اهله واخواته كان بيلعب فولي، فده السبب ان هو بدأ اللعبة. هو انا بابايا كان بيلعب زمان برضو فولي، بس ده ما كانش سبب. انا ودوني كل الرياضات، فشلت فيها. رحت باسكت، كنت انا ما بحبش حد يقعد يخبطني، ايوه، ما بحبش اللعبه احتكاك. اللي فيها كونتاكت دي بتبقى اروح بايخه الباسكت بالنسبه لي. اسيب الكوره، فاهم؟ تقع ومش خد يا عايزه، عم، مش عايز ابقى مش عايزه حواليك. الكوره. فما كنتش شاطره بصراحه في اي حاجه، لعبت كل حاجه، بينج بونج، كل حاجه، كنت شاطره في اي حاجه. الحاجه الوحيده يعني اللي ها شويه لقوا ان في امل سنه لما رحت بول، فولي. فعشان كده يعني مامي كانت بتلعب باسكت فكنت بلعب باسكت، بس بوبي كان نفسه بول. لا انا ما كانش عندي حد، انا جال الفوي ده جه صدفه بالنسبه لي في حياتي. كنت بلعب سباحه وباليه وبعد كده دخلت الفولي صدفه. بس انتوا في حد فيكم انا كنت زي ليلى برضو. بتلعبي لعبة تانية يعني وما كنت بجرب نجحتيش حاجات فيها قوي؟ كتير قوي، بس ما كانش في حاجه كنت شاطره قوي قوي فيها غير الفوليو. لما لقيت ان انا شاطره قوي فقلت هكمل. لا ولا انا يعني كده. كل صدفة. بتشوفوا طبيعة لعبة الفولي مناسبة للبنات شوية؟ جدا أوي. يعني الهاند بول عنيفة شوية، عنيفة. أيوة. الكورة نفس القصة، فيها شوية عنف. الباسكت بول برضو مش لعبة سهلة. الفولي ممكن تكون حتة اللي مفيش كونتاكت شوية بتبقى مناسبة للبنات، بحس كده. ايوه قوي. انا دي بالنسبه لي احلى حاجه، يعني هي الرياضه تقريبا الجماعيه يمكن الوحيده اظن اللي ما فيهاش غالب احتكاك، اللي ما فيهاش كونتاكت. فده الذ حاجه في الموضوع. انا مش خايفه برفع وحد مثلا يقوم جاي خابطني يعني، زقيك. فهي دي الذ حاجه. هي اصعب حاجه لما اتنين بيعملوا بلوك في الشبكه، دي الحاجه اللي الوحيده هو اللي يعني فيها ده كونتاكت، اكتر يعني ده احتكاك. اقصى حاجه. بس هي والله لعبه مجهده جدا والله. مجهده عشان الناس طبعا. بتاندر لا استيميت التنطيط قوي الكتير قوي المجهود، والجامبنج احنا عشان الحق بننط كوره، كتير قوي، لا طبعا مجهده جدا. بنتحرك كده، الناس تقعد تقول انتوا مش بتجروا، انتوا مش محتاجين نفس انتوا، بس لا والله احنا خلي بالك في لعبات البينج بونج مثلا يبدو ان هو سهل جدا، وهي لعبه صعب جدا مجهده جدا جدا. قوي. ففي لعبات بتبدو في التلفزيون كده ان هي لا مش متعبه قوي، لكن في الحقيقه اللي يلعبها يلاقي ان هي لعبه صعبه قوي. طب